سلام البنات. المهم الطريقه ديال الرشيم، كناخذوا الضوفات الاماميه، هما هادو، كناخذوا الظهر ديال الثوب، كنقادوا الكل ديالنا، ناخذوا الظهر ديالنا هو الاول، كنقادوا الضوفات ورشيم البنات ديال البرا الشرقيه على الظهر ماشي على الوجه ديال الثوب، على الظهر ديال الثوب. كنقادو الثوب ديالنا، كنديرو ليه الفنايت، باش هكا يتشدو لينا الضوفات بجوج ويمشي عبر واحد. نحاول نقادو مزيان، ونديرو الفنيت ديالنا، نخليو مسافة وزيدو شوية هكا ونديرو الفنيت. المهم الطريقة واضحة، يعني شارحة راسها، كنمشيو بحال هكا حتى كنكملو جهة الستر ديالنا بحال هكا، يكون مقاد. نحاول نقاد، وهذا مقاد. مهم، او ثاني حاجه كناخذ السنتيم ونخليهم من الفتحه ديال العنق لحسن الطرز على حسب. مهم هنا غادي ناخذ تقريبا 9 سنتيم حتى 10، هنايا زائد الخياط غتاخد فيها سنتيم غيبقى 9. مهم 9 و 8، ما بين 9 و 8. هنا فين كتجينا الفتحه ديال الجلاب، هنا غادي يبقى سنتيم، يعني 9. هاد 9 هي هادي، وهنا غتخدم جلابه عندي تخدم براندة، غنمشي غير ب سنتيمونس، باش هاد سنتيمونس سنتيم كيتخاد في لوغ في هذا تكفيفة ديال الجلابة، ونص سنتيم تقريبا ولا يبقى الفرق بينه وبين، المهم غنبقى هابطة سنتيم ونص سنتيم ونص حتى نكمل الطول ديال الرسمة. باش هكا كتجيكم الرسمة مقادة، المهم سنتيم ونص. حاولوا البنات ما تديروش ستيل بزاف، غير شويه وصافي. الجهه اللي يبان لكم فيه تراساج، كناخذوا البابيكابون وهذا، المهم هاد الماركه زوينه البنات، خذوها. هاد الجهه عندي ديجا خدمنا عليها، غنقلب بحال هكا وغندير وحده هنايا هكا، نجيب القياس اللي فين خديت هذيك 9 سنتيم او 8، كنجيب بابي كاربون ديالي كنحطو الفوق حتى هو، واحد لتحت وواحد الفوق. كيف قلت لكم كنرشمو على الظهر ديال الثوب، نحاولو ناخدو القياس ديالنا اللي خديناه العبار بحال هكا. الرشمة هي هادي، نحاول نقاد البنات نجيبها في العبار اللي تراسيت، يعني ديك سنتيمونس، نحاول نجيبها قد قد. ها هي سنتيمونس، هي هادي. كنعاودو نثبتو الرشمه،
البنات اللي ما كيعرفوش يرسموا هما اللي درت لهم هذا الفيديو، والبنات بطبيعة الحال اللي كيعرفوا يرسموا. المهم إذا كانت طريقتكم غير هذه الطريقة، ها هي طريقة أخرى تاني. المهم أنا كنقول كاينة طريقة وحدة والله أعلم. نحاول نثبتو رشمة مزيان عاد البنات نبداو الرسمة. صافي دابا نحاولو نقادو العبار ديالنا. نحاول نطلع هاد البابي كاربون ونشوف واش عباري هو هداك ولا لا ولا فهمتو البنات. نعاود نتأكد فوق الرشمة، معنديش أنا مشكل. هنا سنتيم ونص الرشمة شوية جهة زايدة، نحاول نخرج البنات ناخدو عبارنا البنات ضروري ما ناخدو العبار هو هداك. دابا انا يا رشمه طالبه لي السيده انها غديرها بالراندو، بغات غير سنتيم ونص، خاصني نمشي اختي على سنتيم ونص، ما نزيد ما نقص. واللي بغات دير جوج سنتيم ديرها. المهم نحاول نثبتها بالنسبه للرشمه البنات ضروري ما ديروا عليها سكوتش او لا ترشموه في الغلاف اللي كنا كنغلفوا به الكتب، هذاك الابيض اللي هو ترانسبارون هو شفاف بحال هكا بحال شكل لصقه، هذاك رشمو فيه حتى هو مزيان. المهم انايا كان عندي هاد البابيسو ودرت عليه الرشمه قديتها وصافي دوزت عليه اللصقه وخليته. ايوا نبداو على بركه الله نشوفو ناخد على هادي. المهم البنات هي هادي، يلا انا نبدا الرشيم. المهم طريقه الرشيم البنات راه ما كاينش اللي ما يعرفش، غنشدو الرشمه نتبعو. مثلا انا عندي هنايا اربعة رشمات، هاد اربعة رشمات على حسب طول على حسب الكليانة اشنو بغات. مهم الطول العادي راه هو هذا كناخد فيه ثلاثة رشمات، وهاد الرابعة يعني كاين كيقول لكم شوية هكا طويل ولا كتبغي ربعة رشمات ربعة رشمات بعد زواقات كنديرهم. مهم هي رشمة هكا يعني رشمة الاصلية ثلاثة. نبداو الرشيم قبل البنات ما تكملو الرشيم ديالكم، حاولوا مرة مرة طلو يديكم على الرشيم، خاصني نص يديكم على هذا البابي كاربون ورشمة باش هكا ما تزعزعش من بلاصتها. انا كنفضل ندير القلم حيت السيلو غيعمر لي ايدي. نوض مزيان قلب على القلم اهو علاش حيت السيلو البنات مع السيلو كيعمر لكم ايديكم من هنايا. حاولوا تورقوا شويه باش هكا الرشمه تخرج لكم واضحه، واللي عندها السيلو الحراري ماشي مشكل دير رشمه خفيفه وتعاود من وراها بالسيلو الحضري، يعني كاين اختيارات.